السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وبصحة وسلامة. المقطع الذي طال انتظاره، مقطع الأكل اللي أنت ما تعرف إيش تبغى تاكل. فهنروح درايف ثروهات دحين الساعة 6-7. شوفوا عشان بس إيش، أنا حاطط صورتي وكذا أيام ما كانت العز وهكذا، فحطتها كده عشان نرجع لها ان شاء الله. فاليوم هيكون فكرة المقطع هي فكرة ناس كتير سووها، انا دائما متأخر ان انا اسويها، بس برضو ابغى اسويها لانه في كومنتات يبغوني اسويها وكذا. ففكرة المقطع اليوم انه احنا هنروح السيارة تحدد طلب السيارة اللي قدامنا، السيارة اللي قدامنا هتحدد طلبي، تمام؟ وإن شاء الله يطلع شيء طعم. بس الفكرة المختلفة في هذا المقطع إنه أكتر الناس بيروحوا الظهر في الليل وعاشة وزي كده، أنا لا، أنا رايح فطور عشان أخذ اليوم من أوله. بالله كيف التيشيرت؟ تيشيرت الطهمجة. توكلنا على الله ونروح لأول مطعم، وأتوقع هيكون ماكدونالدز. وصلنا ماك، بس انا عادة ما اخش الدرايف ثروهات. اوكي لقيت الدرايف ثرو. السلام عليكم. Can I order the last order that someone ordered? Can you give me the last order that the one before me ordered? What is it, sir? Malis? Is there someone ordered before me? Okay. I want the same order. What did you order? I don't know what did he order. You? Breakfast or dinner? I want the last order someone ordered it. It's a challenge. I want the egg and hash brown. Sorry? Egg and hash brown. The only ordered hash brown? Don't tell me. No, just. No. All available, sir. Just for the menu, huh? Check menu. Wait. This is a YouTube video, okay? Yeah. Okay? Hello? Yes, sir. This is a YouTube video, okay? The challenge is to take the last order someone ordered. Just give it to me. Wait, Marish? Hello. Hello. حبيبي كيف حالك؟ الحمد لله. الله يكرمك. لو سمحت أبغى آخر طلب انطلب من عندك. إيش هو الطلب؟ ايش اخر طلب انطلب؟ ايش فاتورة ولا ايوه، ايش اخر فاتورة كانت عندك انطلبت؟ طيب اليوم شكله مو سهل، اليوم شكله حيكون صعب اذا كان اول طلب كده. كيف حالك؟ الحمد لله. What was the last order someone ordered? I'm the first order. What is the last order yesterday? Give it to me, because it's a challenge. I need to do it. Give it to me, whatever, and don't tell me. يقول لك أنا أول عميل طلب اليوم. أنا ما أدري هم قفلوا ولا إيش، مهم 24 ساعة ماك. فيديو صعب. Okay, how much? Just give it to me. Don't tell me. Just give it to me. It's a YouTube video. There is no one did this before. No, just me, cause I live far. Maybe they will do it inside the city. 60 ريال. 60. That's it. Yeah. I'll just give it to me. عادي خلاص. I'm so hungry. Please fast. يا إيش ده؟ والله التحدي ده شكله ما يعجبني. شكله ممكن ما عيده تاني. لا تعبنا وما أدري إيه. والله يستر. يقول لي 16 ريال بس. 16 ريال. إيش الطلب بعد ما أدري. الحمد لله طلب عصير. That's it. بس شكرا. Thank you. يا جماعة ماني عارف مين هذا، بس شكله الطلب مرة صغير. يا ريتني رحت مثلا زي البني ادمين والخلق، رحت فطرت من، يعني انا قلتها ياخذ فطور، احد ياخذ فطور قبلي شيء.
بيض مثلا 16 دبل برجر. اول حاجة ايش المشكلة، انا ما احب اشرب اي نوع غازيات غير بيبسي دايت عشان احط طعمه، فشكله مستحيل يكون اخذ بيبسي دايت صغير ما هو دايت. ما ادري كيف تشربوه الصراحة. هاي لهم مناديل بطاطس، بطاطس حارة. احلى شيء في يوم الدايت مو بس انك تخرب، انه كمان انت ما بتطبخ. انا والله احلى شيء انه ما اطبخ. البرجر، البرجر، البرجر. يلا هذا هو البرجر اللي هم طلبوه تقريبا، اللي اسمه دبل تشيز برجر وفيه له جبن ومخلل. يلا زي الصورة حقتي، شوف الصورة. احلى شيء في الموضوع انه مرة حار صراحة، فريش فريش فريش. احب الجنك فود انا. اول مرة ادوق البرجر او التشيز برجر من ماك. مشكلة ما اقدر اطلب اي شيء زيادة، هذا هو التحدي. ابغى اطلب صوص شيء، لا لازم اكل بكيفه. اليوم الاثنين اللي جاء، يوم الاحد اخر عميل في ماك في شارع ساري. الله يهديك، اطلب شيء زياده. طيب اطلب زياده يا عمي، عشاء ده ايش ده العشاء؟ المكان الثاني اللي هنشوفه فاتح، انا قاعد ادور على درايف ثرو هات عشان ما انزل من السياره، هذا القانون. في المكان الثاني اللي هنروح ان شاء الله، واه والله مره قريب، اللي هو الا وهو ستاربكس، الا وهو تيم هورتنز. ستاربكس الدرايف ثرو حقه مقفل، هو الغلطان، هو الغلطان. يا رب الشرح ما يكون صعب، يا رب. اخش لهم وانا قاعد اكل ماك. هلو الله، هنا وحاطين صورتي، هنا حاطين الفيديو. هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كيفك؟ الحمد لله، الله يكرمك. اسمع يا سيدي، ابى طلب مره بسيط. السياره اللي قدامي ايش طلبت؟ هلا ايش طلبت؟ بلاك كافي بس. اه اديني هو. ايه اديني هو، اديني هو. هو ايش طلب؟ مقاس هاتو. احلى فيل تاكل برجر وتشرب بيبسي وبعدها بلاك كافي. انا حظي اليوم مو حلو، انا حظي راعي التورس اللي عندي مهارتنز، الله يصلحك. بلاك كافي، بلاك كافي افضل بطول زي البني ادمين والخلق. يا اخي خذ لك بيض، خذ لك دونتس يا اخي، حرام عليك، دمرت نفسيتي وخربت يومي المفتوح. ايوه هو بلاك كافي سهل يعني، اكيد جاهز. طيب شكرا. يعني اشرب البيبسي ولا اشرب بلاك كافي؟ قهوه من مكان انا ما سويته. الله، انا عرفت فين هنروح. طيب وصلنا دانكن، انه احتمال في دانكن برضو يكونوا بياخذوا قهوه سوداء. بنقدم كده نشوف ايش بقاعد يشاور، قاعد ياخذ ايش؟ راعي الجيمس قاعد ياخذ دونتس. حلو 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 جدا، قاعد ياخذ دونتس، قاعد ياخذ دونتس. يا الله مو واضح، واقف وقفه خطا ان شاء الله. شويه لحم فيه، والله لو ما اخذ شيء طعم صدقوني اليوم حظي نحلقه. الترند هذا مو حلو، ما ابغى اسويه ثاني. مشكله انا مسويه الصباح، انه يعني انا دحين مختلف. لا لا، كل الناس سووها الظهر وكذا واكلوا وفلوا وايس كريم ودونتس، وانا قهوه سوداء. قهوه سوداء وبرقراية. لا 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 لا، كذا اوفر، كذا اوفر يا عمي. يلا خذ دونتس ولا ايش هياخذ، طول في الهرجه معناته انه ايش؟ انه ان شاء الله شيء حلو. بس ايدك ورانا اليوم تمرين ارجل ودنيا، ونبغى سكر. والله والله رجلي قاعده ترعش كذا، تبى تاكل، جيعان جيعان. قهوه سوداء حق تيم هورتنز ما هي سيئه، تصدقوا ما هي سيئه، يعني هي لذيذه. مش لذيذه، هي لذيذه بالنسبه للقهوه التجاريه. يا الهي ما هذا، ايش بيطول؟ الله، اخذ كيس، اخذ كيس.
اخذ كيس اخذ كيس اخذ كيس ربي. اه ربي كمان المطر خربت الطاقه، تطلع تنزل بكيفه، هاخذه كله وهاكله كله. سلام عليكم. شفت الكيس اللي هو اخذه؟ ابغاه. اللي هو اخذه هذا ابغى نفس الشيء. ابغى نفس الطلبات اللي هو اخذها. يا اخي نفسي حد يطلب شيء عدل. هاتوا هاتوا هاتوا. قاعد يقول مين ذا الفايق اللي قاعد يسوي تحدي الصباح. شرحت له الموقف، قلت له عارف انك مستغرب والله، بس هي الفكره انه انا اخذ الطلبات حقت اللي قدامي. واضح اني تعبان صح؟ تعبان نفسيا. طيب هذا ايش؟ كروسان. حلو. هذاك دونتس ولا ان شاء الله يكون دونتس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش الكروسان ده يا جماعه؟ خلينا نشوف مع بعجينة. جبنه صفراء. بسم الله. واضح انه مو فريش ولا يعني صدقوني ما هو فريش، بس رضا رضا ما هو سيء بس ما هو فريش ابدا. هو شكله من امس مره يعني. فوق هنا شكلها جبنه، فوق هنا شكلها جبنه، بس ما هي فريش. مش هنتأمر. دونتس دونتس انها الجنة. شو واضح في مشكل ما بين هذه جليز تقريبا سادة. بسم الله. بالسكر. هذه محشية فراولة. هذه سادة، هذه سادة يا جماعة ما فيها شيء. محشية، هذه محشية كستر، وهذه محشية فراولة. الله يسعدك يا شيخ يا راعي الجيمس. دانكن اللي في ساسكو والله انك فنان. مو دانكن يعني، دانكن فنان وكل حاجة، بس الرجال اللي جاء الساعة 7:30 الصباح فطرتني، خليتني املح وخليتني حلي وراعي التورس خلينا القهوة. طيب يا جماعة والله كانت تجربة لطيفة الصراحة، ما كانت سيئة. التحدي ما كان سيء مرة، بدايته كانت سيئة، في النص كانت سيئة، نهايته نهاية سعيدة. انا كنت حاسس انه ما راح اخذ من عندهم شيء او شيء يعني صغير، فقلت هصور كمان كم مكان، بس الحمد لله خلاص كده قبرت. ما شاء الله هذا البوكس ترى مره حلو يا جماعه، ما ادري ايش اسمه، مشكل او شيء من يعرف. لذيذ. اتمنى تكون عجبتكم الحلقه والله. شكلي اسوي منها كم جزء، اذا تبوني اسوي منها كم جزء اكتبوا لي تحت. والله هذه كانت فكره واحد من المتابعين، قال لي ليه ما تسويها؟ قلت له ابشر. فكانت فكره سديده جدا جدا جدا، مره اشكرك الصراحه. فيها متعه، ما انت عارف ايش هتطلب، ما انت عارف ايش هتاكل، ممكن شيء مره حلو ممكن شيء مو حلو. يعني اول شيء في ماك كان ها، ثاني شيء قهوه سوداء، ثالث شيء جنة الارض في السكر. خلاص من يقدر اتكلم. يعطيكم العافيه يا جماعه. كانت حلقه لطيفه ظريفه، اتمنى تكون عجبتكم. يعني سووا لي سبسكرايب ولايك كده لطيف حلو، واشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان اول ما ينزل مقطع تشوفوه، وانشروها. يعني يعطيكم العافية. كان معاكم ميدو، فأمان الله.